شح أمطار فصل الشتاء يحبط آمال العالم بالماء والغذاء. لكن من جهة أخرى، حروب على المياه تعزز من أزمة العطش، وبزوغ تكنولوجيا مبتكرة تعطي أملاً جديداً للكوكب، وتؤجج حرباً لم تستعد لها الإنسانية بعد. بينما تستيقظ بلدان العالم على طبول الحرب، تتصدر تجربة عربية خالصة ريادة مجال الاستمطار. الحرب على السحب صارت حقيقة تزاحم الحرب الروسية الأوكرانية، كله من أجل الأمن القومي، أمن الغذاء والماء، فمن سيحتكر المطر لنفسه؟ وما هي تقنية الاستمطار؟ وأي الدول العربية التي اقتحمت هذا المجال إلى حد الآن؟ إن كنت مهتماً بسماع بقية هذه القصة الشيقة، لا تنسى دعمنا بالاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس. التكنولوجيا المحرمة. يعيش العالم في الآونة الأخيرة على وقع مشاكل شح المياه والجفاف، أزمات تثقل كاهل البلدان، خاصة تلك الواقعة في المناطق الجافة والقاحلة المعروفة بطقسها القاسي وارتفاع درجات الحرارة بل وشدة الحر خصوصا بالصيف. لكن ومع انخفاض نسبة الأمطار وتزايد موجات الجفاف عاما بعد عام، وتجاوز تأثيرها مسألة البيئة والغذاء وماء الشرب وصولا إلى التداعيات الاقتصادية، صار اللجوء لتقنيات الاستمطار أمرا لازما وواقعا في ظل تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. وفي الحقيقة تعتبر هذه التقنية قديمة بعض الشيء، إذ تعود جذورها إلى عام 1946، حين قامت منظمة الكومنولث للأبحاث العلمية والصناعية في أستراليا بتنفيذ أول تجربة ناجحة بقيادة عالم الغلاف الجوي برنارد فونيغوت، والذي نجح من خلالها في استمطار السحب عبر حثها على إفاغ حمولتها من الأمطار. ثم لاحقاً لاقت التقنية توسعاً في استخدامها وتطبيقها عالمياً، بعد أن نجحت المنظمة في تطوير التقنيات الخاصة بها وتحسين نتائجها بشكل ملموس. وفيما يخص تكنولوجيا الاستمطار، فهي تعرف على أنها نوع من تعديل الطقس، أي محاولة تغيير كمية أو نوع هطول الأمطار، لأنها أصلاً عملية استثارة وتحفيز للسحب والغيوم، تهدف بالأساس إلى تعديل ظروف الطقس السائد وتحسين الأحوال الجوية من أجل إسقاط محتوى السحب من المياه الكامنة أو الثلوج المتجمدة فوق أراضي زراعية ومناطق جغرافية محددة بحسب نسبة احتياجها للسقاية. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن استغلال عملية الاستمطار لأغراض أخرى، حيث إنه مع التقدم التكنولوجي لهذه التقنية صارت تطبق أيضاً لتعطيل سقوط الأمطار الغزيرة فوق بعض المناطق الزراعية لمنع تلف المحاصيل، أو بغرض تسهيل عملية إقلاع وهبوط الطائرات عبر منع تشكل الضباب فوق المطارات. كما يهم أيضاً الدول شحيحة الموارد المائية استغلال قدرات استمطار السحب بغية إعادة ملء السدود وزيادة مخزون المياه الجوفية، وذلك عبر حقن السحب الركامية بمادة يوديد الفضة أو ثاني أكسيد الكربون المجمد مع بعض المركبات الكيميائية الأخرى أو الأملاح الشائعة مثل كلوريدات الصوديوم، مما يساهم تباعاً في زيادة كثافة السحب وتحويل قطرات الماء إلى بلورات ثلجية تتساقط بعدها في شكل أمطار على إثر ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بالجو. أما من ناحية الآليات الحديثة المستخدمة في عمليات حقن الغيوم، فهي تعتمد جوياً على استعمال الطائرات والصواريخ، بينما تتجلى أرضياً في إطلاق قذائف محملة بملح الفضة عن طريق مضادات الطائرات، أو توليد كميات من بخار الماء المشبع بيوديد الفضة باستخدام المولدات الأرضية. إلا أنه على الرغم من كم التطور المهيب الذي بلغته تقنية الاستمطار، فيبقى نجاح تلك العملية مرهوناً بتكون السحب الركامية وتزامنها مع تيارات الهواء الصاعد المحمل بالرطوبة. التجربة العربية. بعكس ما قد يخيل إليك، فعلى المستوى العربي ومن بين ما يزيد عن 30 دولة، تعد السعودية والإمارات وعمان والمغرب والأردن على مدار الفترة الماضية من أبرز بلدان العالم تطبيقاً لتقنيات الاستمطار في ظل تفاقم أزمة شح المياه. لكن نظراً لما تتطلبه هذه التكنولوجيا من ضخ لأموال طائلة،
ظلت تجربة الإمارات العربية المتحدة الأهم عربياً، خاصة مع تأسيسها لبرنامج دولي لعلوم الأمطار سنة 2015 برأس مال قدر بخمس مليارات دولار، وذلك لضمان تأمين موارد مستدامة للمياه وزيادة هطول الأمطار بالمناطق شبه القاحلة، على خلفية بلوغ التعداد السكاني في الإمارات عام 2020 إلى حوالي 10 ملايين نسمة، بعد أن كان تعداد البلاد لا يتعدى 100,000 خلال ستينيات القرن الماضي، وهو ما رفع من الضغط على طلب المياه إلى حوالي 147 جالونا يوميا للفرد الواحد، متجاوزا المتوسط العالمي المقدر ب 47 جالونا وفقا لبحوث إماراتية. وفي تقرير من هيئة الإذاعة البريطانية BBC عام 2014، فمن المؤكد أن الحكومة الإماراتية قد سيرت ما لا يقل عن 200 رحلة استمطار رفعت بها من نسبة تساقط الأمطار بقرابة 30% في العام الواحد و 5% سنويا من ناحية كمية الأمطار المضافة فعليا، وذلك بعدما نجحت في إسقاط 270 مليون جالون من المياه تعادل قيمتها 300,000 دولار. كما وترجح التوقعات تواصل نجاح تجربة الاستمطار الإماراتية نتيجة للطفرة الجديدة والتي حققتها البلاد خلال السنة المنصرمة، عندما تمكنت من استبدال المواد الكيميائية بالشحنات الكهربائية. حرب السحاب. منذ سنوات ليست بالقليلة انتشرت فكرة حرب السحاب بالقارة الآسيوية خاصة كالنار في الهشيم، حيث صارت عدة دول في ظل أزمتها مع الجفاف تتبادل الاتهامات بين بعضها البعض بسرقة الأمطار واحتكار السحب عبر عمليات الاستمطار، إذ يؤمن مثلا مسؤولو إيران بحجب وحبس إسرائيل لأمطار عنهم، بينما يستمر كذلك النزاع الصيني الهندي من ناحية أخرى من أجل مياه السحب، بعد أن كثفت بكين من جهودها ومساعيها لتطوير أنظمة وتقنيات الاستمطار. وليس هذا من باب العبث، بل هو ضمن إطار مخطط صيني بعنوان نظام متطور لتعديل الطقس، سيكون قادرا بحلول سنة 2025 على تغطية نحو 5,500,000 ميل مربع من الأراضي الصينية، أي ما يعادل مساحة الهند بمرة ونصف. فما كان من هذه الأخيرة إلا أن شبهت الأمر على أنه سلاح لسرقة الأمطار والقضاء على الزراعة الهندية. وطبعا لا يأتي هذا من فراغ، حيث منذ القرن الماضي عرفت الهند والصين بتنازعهما على الحدود الترابية والموارد المائية المحتكرة من جانب التنين الصيني. برأيك، هل يحول هذا الخصام المناوشة الصينية الهندية إلى حرب مسلحة بينهما؟